اهلا بحضراتكم مشاهدين قناه الصحه والجمال وحلقه جديده من برنامجكم بنحب الحياه، وبنجدد لقائنا النهارده معاكم ومعايا زميلتي الجميله ياسمين العاصي. اهلا بك يا ياسمين. اهلا بك يا جيهان، واهلا بكل مشاهدينا في كل بيت وكل مكان. حقيقي وحشتونا من الحلقه اللي فاتت، وبنتمنى نكون احنا كمان وحشناكم، وزي ما وعدناكم دايما هنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد. للحب انواع كتير واشكال كتير جدا، واسمى انواع الحب هو حب الخير للغير. وطبعا كلنا عندنا يقين بان اربح تجاره هي التجاره مع الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: ان لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس، حببهم الى الخير وحبب الخير فيهم. وفي حديث اخر قال رسول الله: ان احب الناس الى الله انفعهم للناس. موضوع حلقة النهاردة عن حب الخير وقضاء حوائج الناس، ايه رأيك ياسمين في الموضوع؟ حقيقي جهان، حب الخير للغير دوت دايما الانسان اللي كده بيكون انسان سوي جدا، انسان في قلبه نقاء وحب وخير، وده لو يدل فيدل على حب ربنا للشخص دوت، لانه بيعمل ده في مرضات ربنا، لانه بيعمل دايما الخير للناس وبيحب كمان الخير للغير. وطبعا زي ما وعدناكم في برنامج بنحب الحياة ان احنا هنسلط الضوء على النماذج المشرفة، هيكون معانا بعض الفاصل ضيفة حلقتنا النهاردة، وان شاء الله بإذن الله هتبقى حلقة كويسة هنتكلم فيها عن موضوع هيهم كل فرد في المجتمع. استنونا ما تروحوش بعيد. بدأت مشروعك وشايل هم، هتوصل للناس ازاي؟ لو عندك شركة أو مشروع أو منتج، لو هدفك تكون رقم واحد عن باقي اللي حواليك، يبقى أنت اخترت المكان الصح. ومسؤولين كمان إننا نحقق لك التارجت اللي أنت عايزه. عروض، خدمات، أسعار، كل ده عندنا وبس في الملك ميديا. فيديوهات إعلانية مصورة ليك وللمكان علشان تزود ثقة العميل فيك بأعلى جودة. هنساعدك توصل لأكبر عدد من عملائك. إحنا مسؤولين إننا نوصلك لكل عميل انت بتستهدفه. الحكاية تفاصيلها كتير وتقنيتها اكبر وبتتطور كل يوم. سيب رقمك في رسالة واحنا هنكلمك، او كلمنا على ارقامنا 0188-14-701 او 0155-77-14-701 او 0115-58-10-90. الملك ميديا، انت في الطريق الصح. رجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين حلقتنا معاكم النهارده، وهنتكلم عن دور الجمعيات الاهليه في المجتمع المدني والارتقاء بالمواطن وخاصه في الكره الفقيره. معانا ومعاكم النهارده ضيفه حلقتنا الاستاذه سالي سند، رئيس مجلس اداره جمعيه مشوار الخير للتنميه. اهلا بيكي يا استاذه سالي. اهلا بيكي يا استاذه جيهان. اهلا بيكي، اتشرفت بيكي النهارده. وباستاذه ياسمين، شرفتينا النهارده حقيقي، نورتينا، وان شاء الله تكون حلقه جميله بيكي وانتي معانا، ونقدر نفيد بيها مشاهدينا. كل حد حابب يسال عن حاجه في عقله، بيفكر ايه الجمعيه الخيريه بتعمل ايه، طب انا حابب اعمل خير وعايز الخير ده يكون في المكان الصحيح والمناسب، النهارده هنعرف كل ده مع استاذه الجميله سالي سند. تسلمي لي يا استاذه ياسمين. في البدايه استاذه سالي، عايزين نعرف من حضرتك نبذه عن جمعيه مشوار الخير، وعايزين حضرتك تقولي لنا متى تم انشائها، مقرها، اهداف الجمعيه. جمعيه مشوار الخير للتنميه انشات سنه 2019. هي جمعيه مركزيه تابعة لوزاره التضامن الاجتماعي، مقرها الرئيسي في مصر الجديده. اهداف الجمعيه، احنا بنهدف ان احنا نسعى لمساعده الفئات الاكثر احتياجا في قرى الصعيد وقرى وجه بحري. احنا يعتبر شغلنا كله على مستوى الجمهوريه، من محافظات وجه قبلي لمحافظات وجه بحري بالكامل. بنسعى كمان ان احنا نحقق التنميه المستدامه، ونحول الاسر من مرحله الاحتياج الى مرحله الانتاج. جميل جدا، جميل. أستاذة سالي، لو حد حابب يساهم معاكي في الجمعية وعايز يعمل عمل خيري،
ايه الحاجات اللي يقدر يوصلك بيها بسهوله ويتعامل معاكي مباشر؟ حساباتنا في البنوك طبعا، وعن طريق ارقام التليفونات، وعن طريق الرسائل اللي بتجينا عن طريق البيجي بتاعتنا، وعن طريق فودافون كاش. كل دي وسائل اللي عندنا بنستقبل عن طريقها. حلو، انت عامله كذا وسيله. جميل. بالظبط كده. طب الانشطه اللي عند حضرتك، هل بتبقى الجمعيه معتمده على نشاط معين، ولا عند حضرتك جميع الأنشطة اللي حضرتك ممكن تمارسيها؟ لا، احنا بنشتغل بشكل عام على جميع الأنشطة، يعني انا مش مخصصة جمعية عندي في نشاط معين، احنا بنشتغل في الأنشطة الميدانية بشكل عام، الخدمات الاجتماعية والخدمات الصحية والثقافية والأيتام، وبالنسبة لرعاية الأمومة ورعاية الأسرة ورعاية الشيخوخة، احنا بنشتغل على جميع الأنشطة عندنا، وده بيتم من خلال طبعا المبادرات اللي احنا بننزل بيها على الأرض. احنا لحد دلوقتي احنا بقالنا تقريبا كده 3 سنين، انا منشاه الجمعيه من 3 سنين، في خلال ال3 سنين دي عاملين اكتر من 10 مبادرات على الارض. المبادرات دي بتغطي جميع الانشطه اللي احنا اتكلمنا فيها من شويه، زي مبادره سقف وغطا، ودعم مستشفيات العزل، ودعم المدارس اللي هم طلاب المدارس، وبنشتغل على عيونك حياه، وبنشتغل على الميه بتساوي الحياه. حقيقي، برافو والله. فدي كلها انشطه احنا شغالين عليها ومبادرات بنقوم بيها على الارض. طيب الجمعية بتحتضن برامج زي مثلا ليكم مستوصفات بتتعاملوا معاها، مستشفيات، نوادي، ليكم حاجة في الحاجات دي، مساهمين في حاجة؟ بالنسبة للمستشفيات احنا بنشتغل فيها لما بنكون عندنا إجراء عمليات زي عمليات العيون، فاحنا عن طريق عمليات العيون بيتم طبعا التعاقد مع المستشفيات والمراكز المتخصصه بده، دون ذكر اسماء طبعا ليها دلوقتي، بس أكيد. احنا بنتعاقد معاها وبنشتغل فيها العمليات اللي احنا بنعملها مع الكوافي الطبيه اللي احنا بننزل بيها للمحافظات. برافو، حلو جدا. طبعا الجمعيه مشهوره، وحضرتك قلت لنا على رقم الاشاره، طبعا رقم الاشاره 892 كمان ظاهر معانا على الشاشه بارقام التليفونات للتواصل مع الجمعيه. رقم الاشهار، قرار الاشهار ظاهر معانا اهوت على الشاشه بالارقام بتاعت تمام. احنا عندنا طبعا مشاوره بطريق برقم 892، احنا جمعيه مركزيه عامه. جمعيه مركزيه. طيب استاذه سالي، عايزين حضرتك تكلمينا عن الحالات اللي بتبقى موجوده عند حضرتك في الجمعيه، بتعملي عليها ابحاث؟ طبعا انا عندي فريق كامل من الموظفين كاداره بحث ميداني وابحاث اجتماعيه، وعندنا اداره مشروعات كامله طبعا تحت رئاسه المدير التنفيذي، بنقوم طبعا بالابحاث ديت. احنا الاول بنتعامل او بنعمل زي بروتوكول تعاون، عشان احنا بنهدف للتشبيك المهني بين المؤسسات والجمعيات في المحافظات اللي احنا بننزل بيها، فبنبتدي اللي احنا نتعاقد معاهم اللي هم بيجيبوا لنا الحالات، وبالفعل احنا ما بناخدش منهم طبعا ان يعني المعلومه مصدر ثقه قوي، غير لما بننزل احنا بالفريق الخاص بينا، فريق مشوار الخير بيبتدي اللي هو ينزل على الارض يبتدي يعمل ابحاث ميدانيه، ده غير طبعا الابحاث الاجتماعيه اللي بنطلبها منهم اللي بتجينا عن طريق الشؤون الاجتماعيه الخاصه بالمركز او المحافظه التابع ليها الحاله. حلو جدا. فده كله احنا يعني بنتحقق منه بنفسنا، وبننزل بنفسنا كمان، يعني انا بنزل طبعا كل المحافظات، بننزل كل المبادرات، بننزل بنفسنا انا وجميع الفريق معايا، ان احنا ننفذ على الارض، مش بنتولى بس ان احنا نتعامل مع الجمعيات وهي اللي تقوم بالدور لوحدها. طب لو في اسره او يعني عايزين عندهم حاله، مش يعني عندهم حاله ايا كانت، سواء مرضيه او المعيشه او كده، لو حد حابب يتواصل معاكم، هل في اوراق، مستندات، حاجات انت بتطلبيها من الناس ديت؟ طبعا، يعني الحالات اللي بتجينا واغلب الحالات بتجينا عن طريق البيج بتاعتنا، بيبتدي اللي هم يرسلوا لنا طبعا باحتياجهم، نوع المساعده المطلوبه ايه بالظبط، البيج باسم الجمعيه. بالظبط كده، بيج جمعيه مشوار الخير للتنميه، بيبتدوا اللي هم يتوجهوا لنا مسج طبعا على البيج، بنبتدي اللي احنا نطلب منهم. لو بقى على حسب نوع المساعده المطلوبه بنحدد نوعيه الورقيات اللي مطلوبه، يعني مثلا لو بنت يتيمه مثلا عايزه اللي هي تقدم عشان نوفر لها الاجهزه الكهربائيه ونساعدها في زواجها، بنبتدي نطلب منها قسيمه من الجواز لان لازم تكون مكتوب كتابها، بتقدم لينا مثلا شهاده وفاه الاب، صوره من البطاقه بتاعتها، كل الورقيات دي لازم اللي هي تقدمها، واحنا بنبتدي نتحرى عنها. وكذلك لو مثلا الميداني، لو مثلا ست مطلقه او بتبتدي ارمله، بتبتدي طبعا اللي هي تقدم لنا، ولازم طبعا جواب موجه من الشؤون الاجتماعيه التابعه ليها لجمعيه مشوار الخير للتنميه، واحنا بعد كده بننزل بقى الفريق البحث الميداني والاجتماعي بتاعنا بيبتدي يتحرى عن الحاله نفسها. حلو جدا. من مصداقيه المعلومات الموضوع طبعا. الموضوع مش صعب، يعني انتم مسهلينه برضو، بس لازم يكون في حاجات بتقول الحاله دي شكلها ايه، بتتكلم عن اكيد ده
حقنا وحق كمان المتبرع علينا اللي احنا نوصل المساعده اللي هو مدهلنا وموكلنا في فيها. احنا اداه يعني اداه وصل بالزبط. ما بين المتبرع واهل الخير للحالات اللي هي محتاجه المساعده، فلازم نقدمها على اكمل وجه طبعا. طب هل بتعتمدي في الموارد بتاعه الجمعيه عند حضرتك على التبرعات فقط، ولا بيبقى عند حضرتك نشاط بيعود ارباحه على الجمعيه لزياده الموارد بتاعتها؟ لا، احنا لحد دلوقتي معتمدين على التبرعات اللي بتجينا من اهل الخير والسبونسرات بتاعتنا. انما لسه يعني دي من خطه العمل المستقبليه عندنا، اللي احنا يكون لينا انشطه ومشاريع تنمويه نقدر من خلال الانتاج بتاعها نغذي كمان موارد وانشطه الجمعيه. حلو جدا. في حالات دايما موجوده معاكم، انتوا بتقولوا ان الناس دي دايما الحالات دي دايما موجوده معانا وبتتكرر اكتر من مره، وعارفين ان انا عندي الحالات دي ما فيش استغناء عنها، يعني دول بيطلع لهم كذا كل شهر لان هم دول دايمين معانا. اعانات شهريه قصدي حضرتك؟ اعانات شهريه او معنويه بقى. تمام. بس مين اكتر حالات بتبقى موجوده دايما معاكم؟ الحالات اللي هي بتبقى امهات معيله، بيبقى مثلا زوجها متوفي، بيبقى زوجها موجود بس مريض فغير قادر على الشغل. فالاسر دي من اكتر الاسر اللي بتبقى محتاجه المساعده بشكل دائم. احنا كمان عندنا في الجمعيه بنفضل حاجه، انا ما بفضلش المساعدات الوقتيه او الموسميه، انا بحب دايما اللي انا اشتغل اللي انا اساعدك تنتجي، اساعدك اخليكي بعد شهرين ما تحتاجيش ليا ولا لغيري، وده بيكون عن طريق المشاريع التنمويه الصغيره. حلو جدا. استاذه سالي، احنا شايفين معانا على الشاشه مجموعه من الصور المبادرات اللي حضرتك قمتي بيها في المحافظات، ممكن حضرتك تكلمينا عن المبادرات بتاعتك في خارج المحافظات، خاصه ان احنا شايفين ان ليكي دور باع ودور وباع كبير جدا في المبادرات دي. تمام يا استاذه جيهان، هو احنا عندنا مبادره سقف وغطا، ديت الصور اللي ظاهره معانا دلوقتي على الشاشه دي صور لتوزيع البطاطين وتعريش لاسقف المنازل. دي مبادره احنا عملناها، ده السيزون الرابع لينا فيها، الحمد لله غطيت فيها اكتر من 8 محافظات ولسه مستهدفين محافظات اكتر فيها في السيزون دوت. بخلاف طبعا اللي احنا عندنا المواد الغذائيه، احنا بننزل على طول بمواد غذائيه برضو للتوزيع على المحافظات بالكامل. عندنا دعم كمان لمستشفيات العزل، بننزل لهم اسره طبيه وبننزل لهم اجهزه طبيه. عندنا عمليات عيون، عمليات قلب، بنستقبل الحالات ديت وبنبتدي اللي احنا نمشي في اجراء العمليات ليهم الخاصه بيهم. المبادرات دي كلها والانشطه اللي حضرتك بتعمليها كلها بيبقى معظمها خارج المحافظه ولا شغلي كله؟ لا، شغلي كله اغلبيته بنسبه نقول 95% خارج محافظه القاهره. بيبقى في القرى الاكثر احتياجا. بالظبط كده، انا في كل شغلي معتمده على قرى الصعيد ووجه بحري الى حد ما اماكن معينه بس اللي هي متضرره فعلا وفي احتياج. دوت حضرتك بيخليكي يبقى في عندك تعاون او بروتوكول مع الجمعيات اللي هي في المحافظات؟ أكيد. دي ولا بيبقى الحالات دي بتعرفيها عن طريق مدير اداره المشروع؟ انا ما باخدش حالات فرديه يا استاذه جهاد، بمعنى انا لما بنزل اي محافظه بيبقى مستهدفي اللي انا اختار من المحافظه دي جمعيه او اكتر يكون جمعيات ذو ثقه في انها تجيب لي وتوفر لي الحالات، فانا بشتغل على كده. لما بتجيب لي الحالات ببتدي اللي انا انزل فريق البحث الميداني والاجتماعي عندي تحت رئاسه طبعا المدير التنفيذي ومدير المشروعات عندي، بيبتدوا اللي هم يتحروا لدقه المعلومات اللي واصلنا عن الحالات اللي هي مرشحه لينا اللي احنا ننزل معاها. فبالتالي بيبقى فيه طبعا بروتوكول بنعمله للتعاون ولسهوله تنفيذ المبادرات اللي احنا بننزل بيها للمحافظات. حلو جدا. عايزه اسال برضو، هل في شهور بتختلف معاكي كمتبرعين؟ يعني في شهور بتبقى عالية فيها تبرع حلو جدا، زي مثلا شهر رمضان. أكيد بيبقى زي السيزون تبرعات. بالظبط. دي حاجة أكيدة، دي حاجة أكيدة. في شهور طبعا يعني إحنا دلوقتي في الشتاء تبرعات بتزيد طبعا عشان نقدر اللي احنا نساعد اهالينا المتضررين اللي ما عندهمش اسقف، اللي هم محتاجين نوفر لهم غطاء، محتاجين نوفر لهم سقف، ده مثلا سيزون. بعديها الدنيا بتكون هاديه شويه في التبرعات، بيبتدي شهر رمضان، ده شهر الخير، كل الناس بتتبرع طبعا لجميع الانشطه ومصارف الزكاه. احنا عندنا انشطه بتغطي الثمان مصارف الخاصه بمصارف الزكاه في العموم. في اوقات بقى في الشهور اللي ما بيبقاش فيها تبرع كتير او اللي مش طبيعي والدنيا هاديه خالص، في حاجه بتاثر معاكي؟ اكيد الموارد بتكون اقل، بس احنا بنحاول جاهدين اللي احنا ننزل في كل وقت للناس.
يعني انا بسعى ان انا كل شهر اكون موجوده على الارض وفي محافظه مختلفه عن المحافظه اللي بعدها. طيب تطلبي ايه بقى من الناس اللي طبعا الجميله اللي بيتبرعوا دايما في الايام؟ يعني مش عايزين نحدد التبرع في وقت واحد ونسيب بقيه الشهور ما يبقاش فيها تبرع، تحبي تقولي لهم ايه؟ هو انا بشكر طبعا كل اهل الخير اللي دعمونا وكل الناس اللي وثقوا فينا وفي دورنا وفي هدفنا في جمعيه مشوار الخير للتنميه اللي احنا شغالين دلوقتي بدعمهم لكل الانشطه اللي احنا شغالين بيها على الارض، وبتمنى ان احنا نبقى عند حسن ظنهم دايما دايما، نكون عند حسن ظن حضراتكم فينا ونقدر اللي احنا نكمل، يعني ان انتوا ما تتوقفوش عن عمل الخير، اصل عمل الخير احنا كلنا عايشين بيه بالظبط، فملوش وقت وملوش توقيت بالزبط. احنا في اي وقت نطلع الصدقات وفي اي وقت نطلع الزكاة بالزبط. فاحنا يعني انا بتمنى من كل الناس اللي هي تقدر تدعمنا الفترة اللي جاية بالذات. وجهي كلامك بقى ليهم على طول. انا بتمنى من كل الناس اللي بتشوفنا دلوقتي طبعا اللي هم يدعمونا الفترة اللي جاية واللي هم يثقوا فينا وينزلوا معانا كمان ويشاركوا معانا، ومش بتمنى المشاركة بس بالماديات، انا بتمنى المشاركة حتى لو هتنزلوا معانا تطوع وتنزلوا معانا تشوفوا الناس دي. اوقات يا استاذة ياسمين بيبقى في ناس بتفرح لما بننزل لهم، لما بيشوفونا طبعاً. لما بيحسوا اللي احنا فاكرينهم، في اماكن كتيره قوي مش متشافه، في اماكن كتيره قوي محتاجين دعمنا ومساعدتنا ليهم. اتمنى ان انتوا تكونوا سبورت لينا في كل الاماكن. مش كل الاماكن بس. لا خالص، في كل الاماكن، كل الاماكن، وده دورنا طالما اللي احنا مشينا في المشوار ده يبقى لازم اللي احنا نقوم بيه على اكمل وجه ناحيه اهالينا كلنا في كل مكان. استاذه سيري، احنا كلنا عدينا بفتره كورونا والازمه بتاعت كورونا، كان ايه دور الجمعيه في ان هي تقف مع الناس والعمالة غير منتظمه في ظل الفتره اللي احنا عشنا فيها والازمه اللي احنا عشنا فيها؟ ازمه الكورونا دي كانت من اصعب الازمات يكاد يكون اللي مش مر يعني مرت بيها مصر بس، ده العالم باكمله. الاقتصاد اتاثر بشكل كبير جدا، كانت جائحه وخاصه في سنه 2020، يعني احنا كلنا كنا متضررين، اماكن كتيره توقفت عن العمل في خلال الفتره دي. احنا كان كل هدفنا في الجمعيه ان احنا نشوف اهم المجالات والاركان المتضرره في خلال الفتره دي، ان احنا نقدر نساهم مع اجهزه الدوله والجيش الابيض بتاعنا طبعا، يعني كل الشكر طبعا وتقدير ليهم. فكنا دورنا كجمعيات اهليه كان دورنا اللي احنا نساعد الجهات دي ان احنا نقدر نتخطى الازمه والجائحه ديت على خير الحمد لله. فمن خلال اللي احنا قدرنا نتوصله اللي احنا نعمل ثلاث مبادرات، دي كانت من اقوى ثلاث مبادرات اللي قمنا بيها على الارض في مشوار الخير. كانت اول مبادره دعم العماله الغير منتظمه، زي ما كلنا عارفين ان اكتر الفئات اللي اتضررت هي العماله الغير منتظمه، لان مع سوء الاقتصاد اللي البلد أيوة. كلها مرت بيها في شركات كتيره اضطرت اللي هي كمان تقلل من حجم تعب العمال عندها، استغنوا عن ناس كتير بالظبط كده، مش قادرين يدفعوا مرتبات بالظبط بالظبط، ودي كانت حاجه عامه طبعا وما كناش نقدر نلوم حد عليها، بس حاولنا بقدر الامكان مع مساندة طبعا أهل الخير لينا وكل الناس اللي دعمونا طبعا بالتبرعات في الفترة دي، إن احنا نوفر لهم مواد غذائية وننزل لبيوتهم عشان يقدروا، اللي هم كان صعب جدا حد طبعا يخرج من البيوت في الفترة دي، احنا كنا بننزل لحد بيوتهم نوصل لهم المواد الغذائية دي كدعم ليهم يقدروا يعيشوا من خلالها لحد ما الفترة دي تعدي على خير وبسلام. دي كانت أول مبادرة احنا قمنا بيها. المبادرة التانية فيها دعم مستشفيات العزل، كنا بننزل لأكبر المستشفيات في المحافظات وبنقدم لهم الأسرة الطبية، أجهزة المونيتور، أجهزة البولس، الماسكات الفالكورين والأكسجين وكل الاحتياجات اللي هم محتاجينها والمعقمات والحاجات دي كلها، كنا بننزل لهم عشان يقدروا اللي هم يستوعبوا أكبر عدد من المصابين، لأن في مستشفيات كتيرة جدا ما كانش فيها أماكن كمان للاستيعاب، ودي كانت أزمة وحاجة صعبة جدا. ما شاء الله انتم مشاركين في حاجات كتيرة جدا بجد، والله انا معجبه باللي انت بتعمليه، وان انت في السن الصغير دوت انت حد جميل بجد، ربنا يخليك يا استاذه، وقادره تعملي كل دوت وقادره تقفي على رجلك، وشغل حلو قوي قوي، يعني انت مش ماشيه في اتجاه واحد، انت ملمه بكل حاجه. الحمد لله الحمد لله، وده بمجهود دي ومجهود كل الناس والقائمين معايا على جمعيه مشوار الخير للتنميه، بلس كمان بقى المبادره الاخيره اللي احنا عملناها في الكورونا كانت دعم طلاب المدارس. احنا كنا بنحاول ان احنا ننزل المدارس ونوفر لهم اجهزه قياس حراره عشان نقدر ان احنا نتعرف على الحالات او الاطفال المصابه ونمنع مخالطتهم طبعا لباقي الاطفال، فدي كانت حاجه مهمه جدا من الحاجات اللي احنا عملناها بصراحه عشان نقدر ان احنا نعدي جائحه الكورونا دي على خير، والحمد لله ربنا يسلمنا جميعا يا رب العالمين. حابه تقولي شكرا لمين يا استاذه سيلي؟
شكرا لكل حد دعمني وكان سبورت ليا في مشواري، لان انا من خلال المشوار دوت انا قابلت صعوبات كتيره جدا جدا، ناس كتيره جدا احبطوني وقالوا لي المشوار صعب ومش هينفع اللي انت تخوضي فيه، بس انا دايما عندي حته الاصرار والتحدي ديت حاجه مبدا في حياتي عامه. طالما انا مؤمنه بالهدف بتاعي ومؤمنه بالرساله اللي انا عايزه اقوم بيها خلاص، يعني كل الكلام الهدام يكاد يكون انا بركنه على جنب بالظبط كده، وبسعى في طريقي طالما هو طريق الخير. والحمد لله الحمد لله، زي ما كان في ناس هدامه كان في ناس بتدعمني وبتقف جنبي وبتشجعني وشايفه فعلا اللي انا اللي بعمله دوت مظبوط، سواء بقى من اهلي سواء من اصدقائي، ناس كتير قوي ليهم كل الشكر والاحترام والتقدير مني بصراحه. يعني ما قابلتيش حد اتكلم عن المصداقيه بتاعه جمع التبرعات؟ كتير 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 بيشكك في الجمعيه وبيشكك في كتير المصداقيه بتاعه التبرعات. مش جمعيه مشوار الخير بشكل يعني شخصي ليها مثلا، احنا بس دلوقتي معانا اهوت من غير قطع حديثك معانا برضو ترخيص جمع المال، ده بيدل على المصداقيه بتاعه الجمعيه وان حسابات الجمعيه شغاله تمام. مع ترخيص جمع المال شامل طبعا كل الحاجات اللي انا بلغتكم بيها دي، بلس كمان حسابات البنك، مفيش بنك بيتفتح له اي حساب لجمعيه وهو مش عندنا ترخيص بتاع جمع المال فيها. انتوا تقريبا بتعملوا كل حاجه، فواضح ان المال فعلا رايح لمكانه الصحيح. طبعا بنقول لكل حد حابب ان هو يطلع زكاته في المكان الصحيح يروح للجمعيات الخيريه الموثوق فيها، طبعا هيروح فعلا في المكان الصح وهيبقى مطمن انه بيدي الحاجه بتاعته لمكان امن، هيودي الحاجه ديت لناس فعلا محتاجاها. ان في ناس ما بتبقاش محتاجه الحاجه ديت وتيجي تقول لك انا محتاجاها، بس هي انت مش عارفه فبتضطري تعملي انت الخير وانت مش عارفه ده رايح في المكان الصح ولا لا. وهو ده دورنا يا استاذه ياسمين، ليه الجمعيات موجوده؟ الجمعيات موجوده وسيطه زي ما قلنا في بدايه الحلقه، ان احنا وسطاء ما بين اهل الخير وما بين الحالات المستحقه. المتبرع بيثق فينا عشان احنا على قدره ننزل على الارض ونبحث ونشوف مصداقيه الحالات دي بالفعل هي حالات مستحقه ولا لا، وده دورنا اللي احنا نقوم بيه. نقدر نعتبر ديت نصيحه للمشاهدين ولا تحبي تنصحي المشاهدين بايه؟ بصي، هو انا اقل من اني انصح الساده المشاهدين طبعا، بس انا بتمنى منهم كلهم اللي احنا نشارك في عمل الخير، وبتمنى من اهل الخير اللي هم ما يبطلوش خير مهما كانت الصعوبات او الازمات اللي احنا بنمر بيها، لان هي دي الحاجه الحلوه اللي بتخلينا نعدي من اي ازمه، اللي احنا نحب بعض، اللي احنا نتضامن، اللي احنا نكون كلنا ايد واحده وعلى قلب واحد، اللي احنا ننمي من الحاله الاجتماعيه. دي اهداف الجمعيه اصلا، ان احنا كده يعني يبقى كله ايدينا في ايدين بعض، حصلت ازمه، حصل حاجه، ما نسيبش الناس اللي محتاجه، تعبانة محتاجة حاجات ومش عارفة توصل صوتها لحد. مش كل حاجة هنرميها على أجازة الدولة أكيد، ومش كل حاجة هم ملزمين اللي هم يقوموا بيها، ما هم بيعملوا شغلهم على أكمل وجه بالزبط. ومغطيين فئات كتيرة قوي، بس إحنا دورنا كجمعيات دور مكمل، ما إحنا كلنا دايرة واحدة بنكمل بعض، ده حقيقي كده. إحنا كلنا فعلا بنكمل بعض، فما ينفعش أنا كجمعية أخلي مسؤوليتي من أزمة مثلا البلد بتمر بيها، أمال أنا فاتحة الجمعية ليه؟ صح. إيه أكتر عقبة يعني أنت مش قادرة تنسيها وقفت معاكي وكنت حاسه ان هي صعبه قوي وان مش هتعدي وعديتي بيها؟ بصي، مش هقدر اقول اكتر عقبه بالشكل دوت، لان الحمد لله الحمد لله لحد وقتنا الحالي انا كل حاجه بمر بيها مهما كانت صعبه بتمر وبعدي، وبستعين بالله وببتدي ان انا اخد نفس كده وابتدي ان احنا نفكر بشكل مظبوط، وطبعا ثقه الناس اللي حواليا فيا بتخليكي تعدي من اي حاجه بالظبط. ربنا يشكرك جدا جدا واني شرفتينا النهارده حضرتك، وبكده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، وبنشكر ضيفتنا الاستاذه سالي سند على وجودها معانا. شكرا ليكي يا استاذه سالي. شكرا يا استاذه جيهان، ونشوفكم على خير يوم السبت القادم في نفس الميعاد. الى اللقاء، نورتينا بجد.